لست بمتأول ولست بمخطئ، أنا ما أعتقد هو الحق. ويجي ذاك العدس يقول ده متأول، ها كسر لهم في راسه جد، قال لي أنا لا متأول ولا ده الحق ذاته. قال لا يقدر له تأويل، لا يقيم هذا الذي قال عليه السنة. اقتتلوا في الخلافة، وإن شئت تسميها السياسة، وإن شئت تسميها الحكومة، وإن شئت تسميها السلطة. وأنا والله يتعجب من كل من يتعاطف مع الذي يقول هذه المقولة الشنيعة السيئة السافلة، أتعجب من هؤلاء. ألا يفكر الواحد منهم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله أنا بس بفكر، بقول هسه أنا لو يوم القيامة لو أنا قلت المقولة دي وقعت في الصحابة وطعنت فيهم وقلت لنا الدنيا وقاتلوا عشان الدنيا، كذب ضد القرآن، كذب ضد خبر القرآن، خلاف القرآن تماما. الآن القرآن الله قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الناس ذي ما بفكر يوم القيامة، الزول بيقف قدام الصحابة ديل، هسا أنا أقف قدام ديل أقول لهم اسمعوا، أنتوا ناس دنيا كنتوا زمان قاتلتوا في الدنيا للصحابة، تقف قدام ديل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وما كانوا من أهل الدنيا كما يقول هؤلاء القوم من المضلين، بل بعضهم ينتسب إلى السنة زورا وبهتانا وهو من أهل البدع كمحمد مصطفى. قال لي أنا ما متأول، أنا ده الحق ذاته اللي بقوله، ده حق عديل كده، حق يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفهم بأنهم تقاتلوا من أجل الدنيا. أجمع أهل السنة، قال ابن عبد الوهاب، أجمع أهل السنة على عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، وأن معاوية لا يذكر بالسوء رضي الله عنه. ده إجماع، خالفت الإجماع ده مبتدع، ده أصل من الأصول. ولذلك العبد الواجب عليه أن يكون أمينا أولا في دينه في علمه، وتوريك خيانة الكثيرين ممن يكتمون الحق وممن يكذبون ومن يحرفون النصوص، إما أن يحرفوا ألفاظها من أجل استخراج أحكام توافق ما هم فيه، وإما أن يحرفوا معانيها. واحد تلقى ما أمين، تلقاه يكتم الحق، فالزول يا جماعة يكون أمين. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله قال: ائتني بحزبي صغير أخرج لك منه كذابا كبيرا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية فيها ذم لأهل الكتاب ثم لعلماء هذه الأمة ممن يكتم الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن شيء فكتمه أو عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ده يوريك ابتداء من الحزبيين، مرورا بالإخوان المسلمين، مرورا بالصوفية، مرورا بالشيعة الروافض وبغير ذلك من هذه الطوائف المنحرفة. كلها الحمد لله ردينا عليها بفضل الله، ناس ردت والردود انتشرت. واحد تلقى من الحزبيين عارف الحق ساكت زي عبد الرحمن حامد، قال يقول لك محمد أحمد إن قلت كويس في ناس بيزعلوا، إن قلت كعب في ناس بيزعلوا، يعني إن قلت كويس الناس اللي ما دايرينه بيزعلوا، وإن قلت كعب الناس الدايرينه بيزعلوا. قالوا إن قلت الله أعلم يقول لك أنت جاهل بالواقع، قال الله أعلم ما تمرقك. هسي ديل أنا أسوي شنو؟ يعني هو ما عارف يسوي شنو؟ زول 16 سنة قال في السعودية، ملازم الشيخ العثيمين سنوات عددا،
وتقعد معاه يقول لك الشيخ الألباني وفي المخيم الفلاني الشيخ ابن باز وجاء الشيخ فلان وكذا وكذا ما جالسناه وإلى آخره. مرة جاء بيت في الأزهري، كان بيتنا معه في واحد كنا بندرس معه هناك، قال الشيخ ابن باز جاء صلاة الصبح وكان عنده حاجة في حلقه ولا عيان، وجاء فلان ما بعرف وفلان يتكلم في التوحيد وفلان كذا وكذا 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 إلى آخره. تقعد معاهم الناس ذيل تحس إنهم أعلم أهل الأرض، وتلقاهم تسمع كلماتهم مرات تقول ذيل أقوى ناس في السلفية. لما نيجي التطبيق بعد طوالي انحرف، تقول له ها الهواري كيف؟ في المجلس الخاص بديك كلام، في المجلس العام كلام تاني، تسجيل مسجل صوتي. قال عبد الرحمن حامد، قال الهواري وقال عبد اللطيف لو عندهم مشكلة في المنهج نحن قال بنسكت؟ نازل لو عندهم مشكلة في المنهج نحن بنسكت؟ ومشكلة في المنهج أكثر من زول يزكي محمد حسين يعقوب وناس خرجوا عديل ما يتكلم فيهم، ولا يقول دي المبتدعة. ويجي الحلبي يستقبلوا علي حسن الحلبي يستقبلوا ده زول مبتدع بدعوا العلماء زي الشيخ أحمد النجمي بدري تو الموضوع، ويجي زي إبراهيم الرحيلي يستقبلوه، والهواري جاب له أبيات شعر عديل استقبله فيهم في المقدمة. إبراهيم الرحيلي ده بدعوا أهل العلم كالشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وناس ملخبطين وقاعدين محمد الأمين إسماعيل. محمد الأمين إسماعيل ده عبد الرحمن حامد نفسه، هو نفسه قال محمد الأمين ده زي ديك العدة، وبراه قال كده ديك العدة بيطلع فوق العدة فرتقة ما بتاع، قال ديك العدة وكذا ينطط وكذا وكذا، قال ده فرتق الجماعة زي ديك العدة. هسي نحن نقول الفاظ زي دي يقول لك انتوا قليلين ندب، هذا قال زي ديك العدة، رايك شو ديك العدة دي؟ ده وصف بتاع مدح ولا وصف بتاع ذم؟ وين العدة ذات اللي فرتقوا ده؟ ديك ما لقى عدة ذاته يا ناس، ما فرتق وما جدع برا المطبخ ذاته، والله يلمها جوا المطبخ يا ناس. دي لخبطة سائل نازل بتاع اللخبطة، والله الذي لا إله غيره اكتموا الحق. محمد مصطفى يقول لك ما بتعامل مع الإصلاح، ما بجوز، ليه؟ بيتعاونوا مع أهل البدع ويدافع عن المركز العام، ديل مش بيتعاونوا مع أهل البدع، ديل أهل البدع ذاته يدافع عنه. داك ما جاي يقول لك ديل يقعون في أهل العلم، الهواري شباب فتنة ديل، وفلان يقول لك ديل كذا، ويقعون في أهل العلم، ولحوم العلماء مسموم، واحدين فيهم يقولوا لحوم العلماء مسموم، ومحمد مصطفى يقع في الصحابة هم ساكتين ما بيتكلموا، واحد فيهم يقول ده يقول محمد مصطفى نختلف معاه في الكلمة ما بنوافقه في الكلمة، وزهته بتلطفوا معاه تلطف وعمك ولا شغال بهم كثير، ما لكن عنده تأويل. أنا لست بمتأول ولست بمخطئ، أنا ما أعتقد هو الحق. ها قال لك ما في تأويل، أنا جيد عديل قال لك ما في تأويل، وده الحق ذاته. تفر وين يا عدسي ويا غيره؟ ناس ذي المجارمة وناس كتموا الحق، والله الذي لا إله غيره الكتب دي قروها كثير منهم، قروا كتب السنة وعارفين الحق. يا أخي عبد اللطيف يا أخي لازم محمد أمان الجامي يقولوا تلميذ الجامي، الجامي ده أسد، ناس كبار بخافوا منه، كان عنده لخبة بخاف طوالي منه، زول قوي في المنهج يطعم في أهل الباطل ويرد عليهم. انت تجي هنا تبقى اكثر زول بارد وترى الباطل وتلتزم او تنتسب لجماعه الباطل، جماعه المركز العام فيها محمد مصطفى، وانت يا اخي عبد اللطيف ساكت، فيها كامل عمر البلال يخزل في الدعوه انت ساكت، فيها اسماعيل عثمان امشي للصوفيه اثنى على الانصار امشي للاخوان المسلمين اثنى عليهم وانت ساكت. هاي عبد اللطيف يكرم مرشد الطريقة السمانية وانت بقولوا أعلم زول بالعقيدة وانت ساكت، محمد مصطفى يجي يتكلم في شكوك وانت تزعل يا أخي عبد اللطيف. وهذا ويقع حذرته مباشر له قبل محاضرة شكوك والقلبوها ديك قبليها،
قال هذا يطعن في هؤلاء الدعاء في بعض الدعاة، ولو تتبعنا عثراته لأخرجنا له كذا وكذا. أها ما اتبعتها جاتك عديل مدنك لزحيت منه، يعني في شكوك ويزعل. وفي الصحابة العابدين ساين على الله ذيل فيهم خير، وذات محمد مصطفى فجر لهم عديل. يا جماعة نحن معليش الفاظنا دي، لكن فجر لهم عديل. قال يا جماعة لو مخطئ الدكاترة كلهم ما يناصحوني ليه؟ ما بخافوا منك ولا ما عارف أنا فهمهم شيء. زول عليك الله زي ده أسي ده أنا لا خلقا لا خلقا ما بخاف منه. وكي تجي ينبذنا يقول حاجات مدح لنا، وكي تجي ينبذنا يا ذاك جاي من كذا ولا ده شغال كذا شغال كذا وشغل حلال، يعني بنبذك بشغل وعاطل برا. وقال أنا شغال شنو برا؟ والله قال أنا شغال شنو؟ قال عاطل وتقع في الصحابة بس. نسأل الله العافية. أنا من ريحك يا هو شغلتنا كذي فيها جو نبزنا نحتسب إن شاء الله دي حسنات، ونحن يا هو نرد مكدي والله يتقبل إن شاء الله. قال أي زول يتكلم فيني دار أعفي له يجي يقابلنا أشوف وش أول شيء. أنا على عهدي لا بد تجي أشوفك ولا بالواتساب ولا ترسل لي صورة، ما ضروري بالواتساب. عندك صورة؟ لو الصورة ثابتة ولا دي صورتي وأعفو عني ممكن برضه. ده شرطي بتاع شنو ذاته؟ ما قال اخونا الدناير اظن داري اتاكد ده من القدام ولا جا جديد. قدام فارقوك يا زول عرفوا الحاصل. يا هو في ضلك واو عمرو ده جنبك ده يحيى دانا مسميه واو عمرو عمرو ما في اي فائده تكتب ولا تنطق واو عمرو جنبه بس كده قاعد. كان جيت تكسر تكسر الراء هو قاعد ساي عم تقول ذهبت إلى عمر وعمك قاعد بيغادي للكسر قاعد ساي بس منظر بس. يقول لابس له نظارات وك أنت رئيس أنت خايف من شنو ذاته؟ والله قال والله يعصمك من الناس. تقول الحق خايف من شنو؟ نازل ما يضيعوا زمننا. الأمانة ده يا جماعة شوف تقول الحق وما تخشى في الله لو متلاي عرفت دي من الأمانة العلمية. ده الحق كذا والدليل كذا وزولك مخالفه تمشي تناصحه قبل الحمد لله، ما قبل طوالي تبين. وما بنلزم بالمناصحة، ما بنلزم نقول وجوبا أو شرطا. أكيد تما ناصحته قبل خلاص. لو ما ناصحته ورديت في الملأ ما عليك حرج. وده كله يا جماعة باطل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. زول تبقى عقيدته في الله صحيح، ما بيعلم الغيب إلا الله، ما بيديك جنة إلا الله سبحانه وتعالى، ما تحلف إلا بالله، ما تتبرك بتراب، ما تنادي شيخ يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا. ودي من الأمانة توصل الكلام ده للناس، والله ده من الأمانة. والذي رفع السماء الليلة دي كنت كبير راكب مع زول في البلد ماشيين على السوق راكب معاه ورا، قال لي جات ركبت معاي مرة في المحل دي، قلت له اشتغل دعوة انت شغال كذا وأجرك اشتغل دعوة. قال لي ركبت معاي مرة في المحل ده، قال لي لما ركبت قالت يا رسول الله، قال لي قلت لا يا مرة يا حاجة يا خالة ما تقول يا رسول الله قولي يا الله. الرسول ما بنادوه، لا بنادوا الله بس سبحانه وتعالى، والرسول نفسه قال إذا سألت فسأل الله. قال لي فهمت والله. قال لي اللفظ اللي قالت لي قالت لي والله الرجال اللي أنا بركب معاهم دي الخاينين ما علموني باللفظة دي كده. أنا والله ذكرت الموضع الليلة دي قالت لي وخاينين باللفظة دي. مرة كبيرة بتقيم إنه زول اللي بينطق بالحق أمين والزول اللي بيكتم الحق خاين، وده اللي قاعدين 16 سنة وعشر سنوات ما عارفين المعلومة دي ولا ما قادرين يطبقوها. ناس نسأل الله العافية.